بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. تحية صباحية وردية أحييكم بها من هذا الموقع المميز مع هذه الانطلاقات المستمرة وشوطنا الثالث لفئة الجعادين الأول المحليات لأصحاب السمو والشيوخ، مباشرة مع المركز الأول ومع الصدارة الأولى، فهنالك هملول المملوك لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وعملية تضمير عند السيد محفوظ بن خميس النبي. بينما الدور دور المركز الثاني، هنالك سلهود المملوك لهجن الرياسة، وعملية تضمير سلهود عند السيد راشد بن محمد بالسم المنصوري. ثالث الأسماء، هملول المملوك لهجن الرياسة، عملية تضميره عند السيد علي بن يميل الوهيبي. وهنالك الانضمام الرابع الأسماء من قبل الاسم المميز، هنالك اسم جبار أو اسم هملول لهجن الرياسة، وعملية تضميره عند السيد راشد بن محمد بالسم المنصوري. وخامسا الطيار المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عملية تضمير حمراء وردية رئاسية حمراء مع ثالث الأشواط في هذا الصباح المبكر بالمركز الأول والثاني، هملول وسلهود الاثنين لهجن الرياسة، ونفس المضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري مع الانطلاقة والأربعمائة متر النهائية. الأربعمائة متر النهائية، ما شاء الله يا سلهود، سلهود وهملول، سلهود وهملول، نفس المالك نفس المضمر، ابداع متواصل. سلهود انطلق الى الناموس، التهنية الكبيرة لهجن الرياسة وكذلك لراشد بن محمد بالسم المنصوري. ما شاء الله، ابدع ايها المبدع وتواصل مع هذا الابداع وهذا الانتصار. الاول والثاني نفس الشعار ونفس المالك، سلهود اولا هملول ثانيا. المركز الثالث ايها الاخوة، هملول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رابعا الذيب لهجن الرياسة مع تضمير مبارك بن أحمد بن مايد، خامسا هنالك هملول لهجن الرياسة، وعملية تضمير عند علي بن يميل الوهيبي. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، سلهود من احتل المركز الأول، سلهود لهجن الرياسة، التهنية للسيد راشد بن محمد بالسم المنصوري على هذا الفوز المميز. والمركز الثاني كان من نصيب أيضا هملول لهجن الرياسة راشد محمد بالسم. التوقيت الزمني الذي رافقنا مع هذا التواصل المستمر واضح على الشاشة لكل من يتابع شاشة أبو ظبي الرياضية، التوقيت واضح عبر الشاشة. وهذه هي الصورة الرائعة لسلهود المملوك لهجن الرياسة، المتابعة المستمرة مع راشد بن محمد بالسم المنصوري. تهنية على الفوز المتكرر، وكذلك بفوزك بمركزين متتاليين. 6 دقائق 6 ثواني توقيت جديد، وجزئين من الثانية توقيت سلهود. التهنية لهجن الرياسة والمضمر راشد محمد بالسم. المركز الثاني هملول لهجن الرياسة، وأيضا راشد محمد بالسم هو المتابع. توقيت الزمني 6 دقائق 8 ثواني، وجزئين من الثانية. ثالث الأسماء كانت أيضا وصوله قوي في اللحظات الأخيرة، الذيب الذي وصل مع المركز الثالث، فكان هملول لسمو الشيخ محمد أو سمو الشيخ ذياب محمد بن زايد. توقيت 6 دقائق 15 ثانية، وفاء وتماما. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء ينتهي حديثي، ولكن انطلاقة أخرى وقصة يرويها لكم أحد الزملاء والمعارف.